بالنسبة للموجة الثالثة من هجمة كورونا الحالية اللي منعاني فيها، نحن صرنا تقريبا هذا دخلنا بالأسبوع الثالث، يعني من بداية بالأحرى شهر آذار كان في عنا تزايد نوعي بعدد وكمية المراجعين لأقسام العزل، وصلوا ببعض الأيام عنا وسطيا حتى أكثر من أيام، يعني أسبوع أسبوعين 50 إلى 60 مراجع يوميا لأقسام العزل. طبعا هذا شكل ضغط كبير على أقسام العزل عنا، وبالأخص أنه الأعداد اللي عم يحتاجوا أجهزة تنفس ودعم تنفسي، أجهزة تهوية آلية، أعداد كبيرة. ونحن في ظل العقوبات والحصار الاقتصادي الجائر على بلدنا الحبيب عم نعاني من موضوع تأمين أعداد كافية لأجهزة التنفس الصناعي. طبعا باقي الأمور نسبيا عم نحسن بمساعدة الدول الصديقة والشقيقة الحليفة، انه نحن نتجاوز موضوع الأدوية، موضوع تأمين الأكسجين. لحد الآن نحن الأمور عنا ضمن المسيطرة. طبعا نحن بهالفترة بتوجيهات السيد الوزير وقفنا العمليات الباردة، مثل ما الكل بيعرف ما صار، ما عاد في عنا عمليات باردة، وفتحنا شعب عزل جديدة. نحن هلا في عنا عنايتين عزل استيعابهم 12 ل16 سرير مع منفسه، في عنا 3 شعب عزل استيعابهم الوسطي 60 مريض كطاقة قصوى. فنحن حاليا يعني بوضع تأهب تقريبا ما قبل السيما، قبل الأقصى، يعني نحن في حال استمرت الموجة هاي في عنا الخطة سي جاهزة لفتح شعب عزل ثانية وزيادة الكوادر البشرية لخدمة هالمرضى. لاحظنا زيادة كبيرة بعدد الإصابات في الكورونا، ظهور بوادر ظهور موجة ثالثة فجائية بعد تراجع عدد الإصابات في الشهر الماضي. برضه نحن بنقبلهم بشعب العزل بعد ما نطمن عليهم نوعا ما، ممكن تحويل عصات الفحاء الرياضي المخصصه من قبل وزاره المرضى المستقرين، بيتم تامين سياره اسعاف فيها جرات اكسجين وطار كادر طبي لضمان استمرار وصوله بامان وسلامه صحه تامه على المشفى الفيحاء. Thank you.